نعم نسكب أرتفي شالا ولو لو قلت بدي الله كأنه أفر أفر وفي عيد جديد وهو يتمنى شركة جديدة ولا وقعت على بلوتو كذي وحن كل قد ليلة باكستان أفر إلى تنقف على قد ليلة ما أنت أفر إلى تنقف على قد ليلة هل قف أو وما لدى ميت كذا قبتين نجل وحن مرك الصوب حين وجدك ما كم قرر مكسر دقون عين يا قف كست أو مغلي ما أنت راضي على على قفص قول أنت قاتل بسوء على جدك ما كم قرر كبعدي دقال كي كون سقال بقول سقاشن يصد حديد أكتوبر أو بوغن دلوقتي ساعة ما عاد عوان كي سبع عاد أصوى قام كرانتس وحي ما عاد كعصوصة سمو قدعي أيقو خدعي خجي كلهو قيل من أي عملو شيء yes. شركة سبحان الله يقول هو أساس يعني سياسة جديد يعني سايلين اللي هو سمينا وحالي هو حال هذا أساس سومالي برلمان سنة فورا سدد توقع قبله من سنة عفورا فيت فورا ويونس هم صاحبليس وقام يكون حد سعودي حمر وشمح من هذا ويونس هم صاحبليس يسنة تمان الله وقام ياس أورا هذا وقف كيف هل كله عبد الله يوسف عيدا يدنا يستحق هل 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 عود لي هل هل إرجع وبارام يقول لي عيد هل إرجع بارام يقول لي علي ما لي وعيدا يدنا يستحق هل إرجع يقول لي نعم نسكب أرتفي شالا ولو لو قلت بدي ولا أهلا كان أفر أفر وفي عيد جديد هو يتمنى شركة جديدة ولا وقعت على بلوتو كذي بركي ولا نس ترتيشن الناشنال كونسل كساس أصور رالك أهين أصور رالك أهين بلوتو كذي بركي ولا قصوا وقعت على عيد نسيب هناك وحو السماء وعيدين العسام خافوا في عيدين أسيع عبد الله يوسف وحي قبطين شرنا بدي قبطين وأقل كعيان الظروف تسكو كانت هنا ما عرفت مدام السايلاين اللي هو ذا السمي وشركي قال كعيان صنع حمر الوقع حمر مركي سوذي يمادين حمر الوقع يمادين حتى عبد المنطوري و اس اس دي اف ويو اس ان دي او اس ان ام اس ان ام ويو يو اس اس ان ام والسدح ذي قال كعيو مركي الدنبيه شي سهوك الشيء كان علي إسماعيل عبد الجير أقول عبد الله يوسف يجال عيدي سدح على هذا الشركة شركة غادة شركة مركة وحاجة لك شركة عبد السابق وعيدين إيه اللغة تغلص برلمانك ستطلعت نافرت اللغة لسو قلتك اللي بنانك اللي لقيت implementation بيسورة هاي implementation ولا سؤال لها تسوى اللي هو سؤال اللي هو سؤال شيء وحاجوا هذه الشركة سيو مسفن شركة وراء الرمال دي بدي كلوس وحاجوا جريئة شركات ده هي هجامياش الصومالية دوحة مسؤول خسارية أنا أقول تدان سيدي ريكونسيليشن لا صومالا دي بوشيس يا أي أبو تاسك الدولة يا عبد الله يوسف يا اسمع على إسماعيل يا جديد وحي قبتين شركة أنا ما دين تحمل أي أبو أبو أي أبو شركة مركة هوية دارودا غوبنا واحد ماشى ل لجيش عملنا كل شيء وحنا الأوجه الصومالية البوليتيكال السياسة دي ده أنا هو يعني كلها أمان جوا جوكتان أيوة توصل أسوي كسر تلعب سوى بستير ما أعرف عوية أقول أيوة ما أدري شركة أنا وأنا شركة بالله رسالة هذه مركة عيدين دي عبد الله يوسف في لغة تغلص البوليتيكال ما أعرف يعني السبب شركة أنا بدأ أنت وحوك أنا إن السياسة دي عنده ده قصة نقطة أقول لي هذا عندي كسلك ونقطة ثانية تذكر كرؤية هذا شركة سبحانه ما جون أفرتيد ولا ما وخميسة سعر شغلة ها جون شنتي مرة أو جمعة باكستان أو جمعة وحال غيسي ده إذا عليها وحي لوسو شي كومينيكي شركة الكسر بحال لويس لويسي بطر صغير مركة مديدة كرقلاء أمانك وعنوها مسكورة عامة سياسة دي أسوء أقول له تسوي كسوء أقول له عيدي عبد الله يزو بنانك اللي قولي غيني وأوجه ده إن لغا تخلص ورقي أي لفت ويقول له أمانك يرمى أنت أدين تغرقوها غرقوها مركة سهل لعبة أقول ما مرضى بوقع سفع على وغوري شنت الجون وي على شنت الجون خروك البر شنت الجون وحيد يعني سياسة ده وحيد يعني هدي بوليتيكال اللي قاعد كان وأكوردنج تو ذا ريتن تكست يعني سياسة ده قرن مالت علم بوليتيكال ساينس هدي سياسة اللي قاعد كان وحقوفر هنا سياسة هذا ودا وقت انت هداويس جيت فيريو على غدا وقت انت هداويس وحقوفر لا اوبشن الى اس ديبتو انا انت قاعد
because dagaal ku waxa weeye continuation of politics in another form siyaasadi oo loo wada qaab kale waay ama is afgarasho wala siyaasada maash ugu dambeysay tagaayo marka waxa dhacday la midtiin waxa dhacday budus qali siyaasadi atisaba saqwaad qali tiis shirkada nimanka waxa u dhiman inay shirkada dadka isugu yaraana u dhiman maamaradaana la sameeyo waxaa jira shirki adisaba waxa lagu soo gaaray ceasefire and disarmament model modality wakadista waxaana qaab lagu soo heshiyay jira waxaa jira ururada hubaysan hubka meelaha ku caruuriyaan meelaha marka ku horreeya dibadda lagu hubiyo UN-ka ha sameeyaan hubkaas si ka dhisa inta ku imaadaan ha baadaan within 24 notice labaatan iyo afar saacadood way siinay inta bixiyaan inay meesha tagaan waxaa la isku ogaa marka sida caadada marka haddii hubkaas inta la qaado mase looga dagaalamo baydabo kale raadi muqdisho agtiisa waxaa ku yaalay meel maat hubka lagu keydiyo oo UN-ka ku kontaroleen waana imaan jiray waana kontaroli jiray waxaana ku kontarol jiray nidaamka cadisababa sida lagu gaaray maalinka hore soo dir jireen waraaq waxay dhihi jireen meeshaasaan usocona hubkan baarayna dadana lagu daray saraakiila lagu dari jiray waa la tegi jiray waa la baari jiray waa wen jiray qabka loo dilay marka marka waxaa dhacda lix bilood ayaa waxaa socotay program ah SNA iyo waxa asaystay UN ay leeyihiin joojiya idaacadda joojiya muqdisho arrinta hubka iyo arrinta idaacadda waa kala gaar annaga marka waxaan ku doodi jirnay waxaan dhihi jirnay waxaa haysataan joornaal la yihaahda rajo oo sideed ila soo saari jireen Unison sideed ila labaatan kun oo koobi daily soo saartaa helikobterada kusoo daadisaa warqado fariimo ay daadi jireen kusoo daadisaa raadi rajo la dhaho sideed saacadood hawada ku jira qabtaa United Nations taatii xorriyadda qolku maxaa u diideysaa maanta annaga raadi ahaan yaroo rudimentary oo macaamilka ayaan haysanaa inay hor istaagtaan maxaa ku diideysaa ogle waa ka hadla intaan kusoo qoray inay qalad ahayd ayadoo dadka marka lix bilood ay wixii taageersan SNA ay la socdeen lix bilood in la rabo raadi ahaan in la aamusiyo maaragtay muxuu ahaa waxaa dhacday subax aroortii waxaa lagu waabareystay ciidanka Pakistan kumeysi joogo yani raadi muqdisho qabtay ciidanka Pakistanka marka waxay noqdeen waxaan u bixiyay booga operation tanning kuli operation dagaalkii labaad adduunka jerman mar buu rabay 1939 inuu booland qabsado ayuu tuulo ku taalay xuduudka booland oo raadi ah oo jerman leeyahay ayaa kumandoska jermanka inta habeenkii gudaha u galeen muxuu ahaa booland oo rad booland soo qabsadeen oo dharkii jerman u geliyay yaani meesha lagu leeyahay taasi bay adduunka waxaan u sheegaynaa in booland lagu soo dushay oo maaragtay muxuu ahaa Britis of War oo ah Pakistanka la dilay waxaan usoo qaatay taasoo kale aan usoo qaatay operation tanning gurusan waa dhacdo caalami oo historical oo la inoobiyo sababta maxay tahay lix bilood iyadoo lagu hayay raadiha keenay ima dhiibeyn ayaa waxaa la geeyay nimankii oo qofna aan soo wargelin oo kuwa beristay Pakistanka oo meesha jooga dadkii waxay u qaateen haddii yacni barasaska caadiga la maro warqaday keeni lahaayeen waana la arki lahaa waana la ogaan lahaa waana lagu soo dari lahaa waana baari lahaayeen sida awlba yeeli jireen dadkii xaafadaha waxay usoo baxday Pakistanka inay u yimaadeen in maaragtay muxuu ahaa raadiha ay xiraan xuu ku xiraan madiin la mudaharaad sameeyeen xabadaha lagu fulay Pakistan dhibasho saas ku waxaan kugu dalayday Pakistanka 24 qof laga dilay maalinta 24 qof laga dilay hal qof oo Soomaalida ay meydkooda qabteen ma jirin waxaa markay soo baxeen oo jidka maka mukarrama ku soo noqonayeen yaa qof kasta oo maqlay ma aragtay raadi yaa lagu la qabsaday qor inta qaatay wuxuu soo aaday jidka maka mukarrama Pakistanku ma raad xabado isaga furay qofna ka marka kamaysan marka Pakistanku waxay u dhinteen inay galeen raadi Muqdisho marka meeshaan ku cadahay way ka bacdi dagaalkii 1993 October oo buugan dulucdiisa ama aad ciwaankiisaba aad u soo qaado Francis waxyaabaha aad ka xusuusato sidoo ku dhacay aygoo ka dhacay raggii kale hogaaminayay nolosha yes horta hore cadaladaas haddaan waxay ku noqdo intaan su-aashaadan kale u gelin oo maaragtay muxuu ahaa cadaladaan oo dagaartay shanta jumla u bixiyay Bedros waa ku guuleystay maxaa yeelay mucaamaradaas dadka lagu dilo shilka Pakistan ciidan oon ka warqabin masaakiina oo u haysta in dadkan la wargeliyay sida caadadaheed way imaan jireen iyadoo la wargelin meesha lagu dilay
يوني يونايتد نيشن كو حقوقه يعني سي ركعه وكبرى ان لو ما لين سبتي اسلام ما لين سبتي روح على قاعد يعني ريزولوشن 837 انا قاعد يعني قوانك على سوق تضبطك تضبطك الدنبي مركز سياسيين هدين لو قعدت قاعد الشركه نبضين بدرس قاعدين لو قعدت قاعد اصلا انا وحو سمي يعني وحو كان برنامج يعني ملتيران لو حال على لسانها دلتي كسر عديد وكلام إن عمبيرا لو قبط برنامجك هو أولينا أنت وصل قبان حلك خرمة المدربي وإن إذا لك يناها وفصلوها وأوير كده حي عديد مركي بوحو قبطة شير دير عيد وقبط وحو عدسان هاي إن فيري رعلان يقبط وحو عدسان وحسنة جون 1992 إن يعني قدي إن بارسيارة السيكوريتي كونسل كان صدره وبدرس غالي ما دام وكتبه ما يعسلي جبر عراق أي ما في أمباشتر عبر الجلس في اللي هذا يجونا تنحاوي قبل اللي هو يدينا يعني كل رجل يسي جونا هذا عالم ترى ما كوكورنا ما كوكورنا تلو يعني إني كل رجل يسي سلام حسين إنه كويت كرو سقاشن آه سقاشن سقاشن هذانا يكون رجل يسي إنه سنكبه مركو بوسو ده عيلة نعم كويت كلا هو سقاشن أرو سلمدي تبدأ لو 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 أنا تنين كجلس وحيت ريح دي أدي وحوش سير جرنا جرايد كأدون كأقران وحوش يعني إنه إنه بلش عطسي إنه رب كويل إنه سلام السين أيضا أنا باش توري كأي مركا مريك كأي دفع أنا مركا سوي وحى كونفيرم كوسيس تولد إذا مركا لا تشد وحال إيش شو أنت عرفت لحد إذا وحش شغل عنيس كله تبدأ سوي وحال لو إذا مركا حاجة مع مرضى يكسر سمج أنت إن لسه بدل هاو كحجين كده لغبي مع مرضى يكسر سمج وحقوسوا على مركز الدجال مركز الدجال كورد ما هذا ما نقول على شركة محيري وإن قدر على هذا إن بارشة الحكومتي وسكرت كنسر قال أمان كي الله صدر غارن تبار ما نقول الدجال كورد ما هذا سد أفر برود السعودي ومريكن كبرز إن كلنا كورد واقع إن سن عديد الرعد سنة وفدي أنوي especially in the president of the United States ملعبينه هذه خاصة ملعبينه مريم. أوكي. لندن هو نكاد مركب مركب نويب. أو يعني واحد من سكواه سينجر. أو من ذلك قاعد بياكل مضحى حق يعصي يعصي للصعود ما قد يقول ماشي. يقول ماشي توقف للصعودي. أقول له واحد. حتى الصعود. أو شيء خاص مفردي. ما مفردي. بروتوكول كان قبل سنة زي البوب وقرب. أنا أقول له سواق عندنا بروح كذا عين غير. واحد كبوب يعني ضل كأنه مش شيء ثاني. هو كذا شركة اسمه. شركة بروح كذا عين حمد جديد وكذا عين. وقطع جرو وسكال عنين هذا حسن عبد الله جرو وين في عام وقطع ماشى ما يوستغفر الله وقطع جرو هوتيل أنا ما ضيع يقطع كان كروا بسير كروا وقطع جرو أنا ما ضيع تقطع هوتيل أنا ما ضيع بيس هوتيل هذا هو كويه لو شد سجاسة وقطع بروتوكول كان عقب السنة بس برضه إثيوبيان كان عقب سوق عليه تليها لينك بحاء مريتنك سنتر الكماند من كمال الكابر كأنت على الساعة سنة عيدا كأفريكوم أنت على السنة آسيا هي محوها ودولة عربتة يا أفريكا عيدا كمسؤول كا عيدا كدحوها وحكروا لا سعودي وحكروا لا سعودي توماس من دقوم الوح ما هي وحار جنا زين توماس من دقوم الوح مريخ كواس رجع حمر دقناي وتم وثلاث كده مريخ كنيت حكومة special envoy حق إذا ما لها أو برزنت كلينتون وواها رجع صار كم إذا رجع ما عرفت ال السعودية نركو يري اللي هشيو يري أنا جوا وح عن راتنا إني وح كان من المجر سلح برودا ربع أنا قوة قوة أنا عيدا كنا كل ربع عنا جديد عيد هذا هني اللي سك إذا في وح عطنا حالا رجع إن صدر جودي سكورت كنسر على حاله على ليش أنت جنبه معه لجت أهلي
ما دعي كرتالي ضد مساكين انت اللي هاي انا انا دشنا لا ساعد وقوين تاعي الرات كذا هو اللي هيك كلام كذا هذه اللغه ما يسمع هذا ما ين الا حقيقه هذا افرت بنود الدلال السعودي ساعد والبوح وكحك على وكحك على علينا انا قد نعين هل صدر قد ان بارسي هذا واحد بعد وجه دقالك معي رانجرز يأجوا خدعي بتكلوا جاملين خساري بعد سكون ما أقول